السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله معانا عرض أنية حوليات برقي حر. وبالنسبة للناس مش فاهمة يعني ايه حولية، يعني النتي حولية يعني نتاية يا جماعة. النهاردة بفضل الله هعرض لحضراتكم 11 نتاية برق حر، حاجة من المال الطيب بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. ولكن مبدئيا أتمنى من كل راجل جدع معانا على قناة المزرعة البيتي والناس اللي بتحب القناة اللي متابعانا، أول ما اتفرج على أي فيديو ينزل يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، واللي محتاج حاجة من العرض دوت يستفاد بيها. فخلينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما ذكرت لحضراتكم النهاردة بإذن الله معانا 11 نتاية برقي حر، برقي حر بيور، حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني غنم شبعانة لبن، حاجة من المال الطيب زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بيعلفوا ما شاء الله. الحاجة دي ما شاء الله عليها متحصنة جميع التحصينات اللازمة، متحصنة جميع التحصينات اللازمة، وبيتم تحصين حمى النقل قبل ما حضرتك بتحمل أي حاجة في عربيتك. بحصل لك تحصين حمى النقل قبل ما يعني قبل ما بتتحرك من عندي، بكون محصل لك تحصين حمى النقل عشان نتجنب أي كحة أو أي إسهال ممكن يحدث أو يحصل من نقل الحيوان من مكان لمكان اخر. الاعمار بتاعتهم 4 شهور وما شاء الله عليهم. الاعمار بتاعتهم 4 شهور وما شاء الله على احجامهم، يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الاحجام ممتازة وغنم شبعانة لبن وبتالف. طبعا حضرتك تقدر تاخد النتايات ديت تربيها كلحم وتبيعها، تقدر ان انت توقفها برضو تكبر معاك وتاخد معاهم خروف يطلع كبش معاهم في وسط القطيع ويعشروا وهكذا، وربنا يكرمك فيهم ما شاء الله عليهم. طبعا العلف بتاعهم هنا اهوت، ودي طبعا العلاجات التحصينات بتاعتهم، وده العلف تبني فول على كسر فول على ذرة صفرة، طبعا مع جميع الاملاح المعدنيه. طبعا الميه بتاعتهم لازم تكون نظيفه دايما يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده، فما شاء الله عليهم. يعني خليكم معايا احط لهم العلف وما شاء الله عليهم، تتفرجوا على غنم وهي بتالف. واخيرا بالنسبه للاسعار، 2000 جنيه حبل واحد يا جماعه، 2000 جنيه للبيع حبل واحد. لو حضرتك عايز حاجه قطاعي مفيش اي مشكله، برضو تقدر تتواصل معايا. لو حابين تتواصلوا معايا بمناسبة العرض دوت تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق الواتساب أو التليفونين على رقم 015-5955-1306. الرقم بتاعي يكون قدام حضرتك في الفيديو وتقدر تنقله وتتواصل معايا بكل سهولة. وأخيرا أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو تدعموني بيه، ولو أول مرة تتفرج علينا يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات بتاعت العروض اللي بتنزل من جميع المزارع معانا على قناة المزرعة البيتي. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، أشوفكم إن شاء الله على خير، وانتظروني بأقوى العروض قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتفرجوا على بيت الفيديو بهدوء تام، وحطلكم دلوقتي العلف للغنم، واتفرجوا براحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.